السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة أم عمر للمبتدئات. أتمنى إن شاء الله تكونوا في كامل الصحة والعافية وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. بالنسبة للناس اللي عاد يشوفوا القناة كنقول لكم ما تنسونيش من الاشتراك وفعلوا زر الجرس فضلا منكم باش هكا تبقوا تشوفوا الجديد. بالنسبة اليوم غادي نحضر معكم كيك بسيط ممكن أي مبتدئة تحضره وينجح معها من اول تجربه. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات عندي 3 حبات بيض، كاس سكر سنيده، كاس زيت، كاس ماء. عندي 2 حبات تفاح، قليل من العنب المجفف، وعندي 2 صاشي خميره الحلويات، صاشي ديال الفاني، وعندي كاسين الى 3 كؤوس دقيق ابيض، وعندي قبيسه ديال الملح. هنا في واحد الاناء كيف ما شفتوا معايا نزلت القليل من الملح، وهنا 3 حبات بيض. دائما البيض يكون بحراره المطبخ هكا باش ينجح معنا الكيك. بالنسبه للسكر السنيده كتشوفوا معايا انا ما عمرتش الكاس بزاف، وغادي نضيف لهم ساشي ديال سكر الفاني، وغادي نخفق مزيان هاد المكونات. انا خدمت غير بالطراب اليدوي، نخليكم تخدموا بالكهربائي. من بعد غادي نضيف الكاس ديال الزيت، حتى الزيت ما عمرتش الكاس بزاف. غادي نضيف الزيت مع التطراب هكا، ومن بعد لما نطرب مزيان هاد العناصر غادي نضيف كاس ديال الماء عادي، العبار بكاس العنبه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادي نطرب مزيان هاد العناصر، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق الابيض اللي غربلته من قبل. كيف ما قلت لكم الدقيق انا عندي تقريبا 3 كؤوس. نضيفو في الدقيق بشويه بشويه، ومن بعد غادي نضيف هادوك 2 ساشيات ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، ونخلط الكيكه ديالي حتى نساجم مزيان ونرجع معاكم. خليكم معايا حتى نرجع نكملوا باقي المراحل. كيف ما شفتوا معايا حطيت الكيك خليط الكيك جانبا ورجعت باش نحك. كيف ما تشوفوا معايا حبات التفاح حكيتهم في الحكاكة في الجهة الغليظة، كيف ما تشوفوا 2 حبات غادي نحكهم هكا، ومن بعد غادي نضيف ليهم القليل من العنب مجفف، واحد المعلقة صغيرة ديال القرفة، ونخلط مزيان، ومن بعد غادي نرجعوا باش نزينوا وجه الكيك بهاد التفاح مع العنب مع القرفة. هنا كيف ما تشوفوا معايا خديت الطاوله اللي تدخل الفران، دهنتها بشويه الزبده ورشيتها بالقليل من الدقيق،
نفرغ فيها الخليط ديال الكيك، ومن بعد كيف ما قلت لكم غادي ناخذ داك التفاح المبشور مع العنب والقرفه، وغادي نرش الوجه، نغطي الوجه ديال الكيك مزيان، ومن بعد غادي ندخلها الفرن على درجه حراره منخفضه، ونخلي الكيك ديالي حتى طيب مزيان وتحمر شويه من الوجه، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم اليوم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما خرجت الكيك من الفران وزولته من المول، هنا خديت واحد القطع ديال التفاح وحضرت سيرو اللي تيتكون من قطع من التفاح وقليل من سكر سنيدة والقليل من الماء، وخليته على النار يغلي، ومن بعد غادي ناخده غادي ندهن به وجه الكيك، هكا يعطي للكيك واحد اللمعان، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معكم اليوم. سهله، اقتصاديه، وممكن اي بنت مبتدئه توجدها، راها تنجح معها من اول تجربه. اتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم فيديو اليوم، واذا عجبكم الفيديو خليوا لي رايكم في التعاليق، وشكرا لكم على التعاليق زوينه اللي كتخليوا لي وكتفرحوني، ومن هنا نقول لكم مع السلامه في فيديو قادم بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.